اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسيه النهارده، وهي فقره اقتصاديه، ونتمنى ان شاء الله انه يعني كلامنا فيها ما يبقاش تقيل عليكم. حضراتكم الشعب المصري تقريبا كله دلوقتي بيتكلم في الاقتصاد بمصطلحاته وبافكاره بتطوراته، وبيجتهد يعني اجتهادات كثيره نتمنى ان تكون صحيحه، واذا كانت صحيحه يبقى خد اجرين، اذا كانت يعني غير صحيحه خد اجر واحد هو اجر الاجتهاد. لكن هنحاول بعبارات مبسطة مفهومة لحضراتكم، مفهومة لينا، نشوف ايه اللي بيحصل في مصر اقتصاديا. والفقرة دي الحقيقة قسمين، لكن انا قبل ما ابدا يعني الفقرة الاقتصادية الكبيرة، انا برحب بالضيوف الكرام اللي مشرفينا النهارده في الاستوديو. سيادة النائب عبد المنعم امام، امين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، اهلا بيك. اهلا استاذ امام. الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل، اهلا دكتور. وسياده النائب ايمن محسب مقرر لجنه اولويات الاستثمار العامه وسياسه ملكيه الدوله بمجلس النواب، اهلا بسياده. اهلا بحضرتك. انا يعني استاذن حضراتكم، احنا فقرتنا عدنا تصميمها نتيجه وجود اخبار مهمه النهارده، وعندنا طبعا الفقره الرئيسيه التاليه هي عن وثيقه سياسه ملكيه الدوله، لكن مرتبطا بده عندنا بعض الاخبار اللي يهمني يعني اعرف راي حضراتكم فيها. فيها خبر متعلق بالاجتماع الاول للجنه العليا لتنفيذ سياسه وثيقه ملكيه الدوله، دي هخليها في الجزء الثاني اللي هو على جنب. وفي ثلاث اخبار اقتصاديه اخرى. الاول انه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم الاجتماع الاول للجنه متابعه توصيات المؤتمر الاقتصادي، مجلس أمناء المؤتمر الاقتصادي، والتي تهدف هذه اللجنة أو هذا المجلس إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي تحت عنوان مصر خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية. الخبر طبعا في أشياء كثيرة، لكن يعني في التفاصيل الفنية، لكن أنا هاخد شيء الحقيقة يتعلق بتشكيل هذا المجلس، لأنه التشكيل بيعكس رغبة الدولة في المتابعة الاقتصادية أولا وسياسية ثانيا، ثم التنوع. المجلس حسب مجلس الوزراء صدر بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل لجنة برئاسته تختص بمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وتم تسميتها مجلس الأمناء، عضوية كل من السادة محافظ البنك المركزي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور محمود محي الدين، الدكتور منير فخري عبد النور رئيس هيئه الاستعلامات ودكتور الصحفيين، الدكتور هاني سري الدين، مهندس محمد زكي السويدي، الدكتور اشرف العربي، السيد حسن الخطيب، السيد شريف سامي، المهندس هاني برزي، السيد هشام عز العرب، الدكتور احمد جلال.